قضية البر والبحر، البر والبحر في القرآن. قلنا إن النسبة المئوية للبر 29% النسبة العالمية، وللبحر 71%. من حيث مساحة الكوكب، من حيث مساحة الكوكب. الآن لو قمنا بالبحث، طبعا أنا هنا سأغير الرسم، نختار الرسم الأول بالتنقيط لكي نتمكن من قراءة الكلمات. الآن لو بحثنا عن كلمة بحر، بحر في القرآن، قلنا للبرنامج أعطينا الكلمة الآيات التي يوجد فيها بحر، طبعا هنا بحرب والبحرين لا نريدها، والبحران. أصبح لدينا 34 آية، 34 آية أصبح لدينا أيها الأحبة. إذن إذا بحثنا عن بحر هكذا، لدينا آيات طبعا هنا مثل كلمة حرب، كلمة حرب أيها الأحبة فيها باء حاء راء أو بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله، لا 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 ندخلها في الإحصاء. طيب سنستعرض آية آية. الآن الآية التي لا ليس لها علاقة بالبحر، أو كانت بحرين أو بحران أو كذا، سنستثنيها هنا بحرب، نستثنيها. الآن البحر، 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 وهكذا أيها الأحبة. أنا الآن البحرين، نحن نبحث عن كلمة بحر منفردة. طبعا هذا منهج في الإعجاز العددي، أن تبحث عن كلمة بحر البحرين، هنا لدي كلمة أبحر بالجمع، سنستثنيها طبعا. البحر، البحران، واترك البحر، سخر لكم البحر والبحر المسجور، مرج البحرين، البحر. إذن أنا لدي 34 نتيجة أو 32 آية، كلمة البحر ذكرت في هذه المواضع أيها الأحبة. البحر ذكر 33 مرة في القرآن منفردا في 32 آية. طيب هنا أنا أريد أن أحصي أحبتي في الله عدد كلمات هذه الآيات، طبعا مع فصل واو العطف. هنا لدي خيار، نحن طبعا نأخذ أحد المناهج القوية في دراسة كلمات القرآن أن نعتبر الواو كلمة، لأنها بالفعل تكتب منفصلة. انظروا في القرآن تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها. فأنا لدي عدد كلمات البحر في القرآن، الآيات التي ذكر فيها البحر 691 كلمة، هنا المستطيل الأصفر في الوسط. إذن عدد الكلمات للآيات التي ذكر فيها البحر 691 مع اعتبار الواو كلمة، واو العطف، 691 كلمة. إذن دعوني أكتب هنا على ملف الوورد، أستخدم ملف وورد أنا دونت مسبقا. طيب الآن دعوني أبحث عن كلمة البر. البر كم مرة ذكر في القرآن؟ نبحث عن البر. طبعا سنقوم باستثناء النتائج، يعني انظروا عندما، يعني كثير من الناس، أنا أحب أن أنبه الآن أحبتي في الله، أنت تبحث عن كلمة البر وتظن أن الكلمات التي ستحصل عليها كلها البر، ولكن ستخرج لك أي كلمة فيها ألف لام باء راء. يعني البرنامج أصلا هو لا يفهم معنى البر أو البحر، هو عندما تدخل كلمة مثلا البر
أربع حروف، هو يبحث عن الألف واللام والباء والراء، أينما وجدها يخرجها بغض النظر عن المعنى اللغوي لهذه الكلمة. تمام أحبتي في الله. إذن هذه الآية سنستثنيها. هذا سبب أن كثير من الناس ينكر الإعجاز العددي، يقول لك أنا حاولت أن أبحث ووجدت النتائج خاطئة، أو أنتم أصحاب الإعجاز العددي تكذبون على الناس، تضعون نتائج غير صحيحة. السبب أيها الأحبة هو أنك لم تراعي قواعد البحث. يعني أنت عندما تبحث عن كلمة، هذه البرامج الإلكترونية تحتاج إلى خبرة أثناء التعامل معها، يجب أن تعلم الذي صمم البرنامج كيف صممه، هذه البيانات الموجودة في داخل والعمليات التي يقوم فيها بها البرنامج يجب أن تعرفها، وإلا ستضيع حقيقة. الآن أنا عندي هنا آية تقول أتأمرون الناس بالبر، انظروا هذه عدها البرنامج ونحن لا نريدها. كلمة البر غير البر، البر المقصود به يعني البر والبحر اليابسة، أما هنا البر من أعمال البر والخير. نستثنيها طبعا. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أيضا نستثنيها، وهنا آية فيها كلمتي البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. لن تنالوا البر أيضا نستثنيها. هنا وتعاونوا على البر والتقوى أيضا نستثنيها هذه الآية. الآن أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر، هذه نريدها البر. الآن ويعلم ما في البر والبحر، ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر، يسيركم في البر والبحر، يريكم البرق، البرق هنا لا نريدها، غير داخلة في الحسابات. رأيتم أحبتي في الله، يعني لا يأتي أي شخص يكتب على البرنامج مثلا مثل ما حدث في كلمة يوم، يكتب يوم ستخرج له كلمات ليس لها علاقة بكلمة، أو يكتب الله أو لله ستخرج كلمات مثلا الضلالة، ستخرج كلمات اللهو ليس لها علاقة باسم الله. يعني عندما تبحث عن اسم الله في البرنامج أو أي برنامج على النت، هو يبحث عن ألف لام لام هاء، البرنامج يبحث عن أربعة حروف. في القرآن هناك كلمة اللهو، اللهو وردت في القرآن، فسيخرج لك الكلمة ضمن نتائج الإحصاء وأنت لن تراها لأن النتائج كثيرة، لأن كلمة لهو فيها ألف لام لام هاء واو سيخرجها. إذن عندما تبحث ضمن كلمات القرآن ينبغي أن تبحث عن الكلمة وتعرض الآيات وتطلع عليها واحدة واحدة. أنا عندما بدأت البحث في الإعجاز العددي يعني تقريبا لغاية يعني تقريبا 15 عاما أو أكثر 20 عاما من سنة تقريبا 95 أو قبل إلى 2005 تقريبا 20 عاما أنا لم أستخدم الكمبيوتر ولم أكن أعرف أصلا استخدام الكمبيوتر والبرامج، فكنت عندما أريد أن أعد كلمة أعدها يدويا، أبحث عنها في القرآن كلمة كلمة ولا أطمئن حتى أعيد الإحصاء مرة 2 3 4 10 لا أمل، يعني لأن هذا كلام الله لا يجوز الخطأ فيه. فأنت عندما تستخدم البرنامج ينبغي أن تخرج الآيات وتدرسها واحدة واحدة، لا يجوز أن يعني تدع نفسك لأخطاء البرنامج. البرنامج أعطاك رقم تأخذه وتقول والله باحث الإعجاز العددي أخطأ في ذلك، لا، يجب أن تدرس الآيات واحدة واحدة. الآن أيها الأحبة هذه الآية نريدها، وهنا أيضا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، جانب البر حملناهم في البر والبحر، في ظلمات البر والبحر نجاهم إلى البر، ومن آياته يريكم البرق نستثنيها، أصبح النتائج المتبقية 17.
ظهر الفساد في البر والبحر، فلما نجاهم إلى البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر اسم من أسماء الله الحسنى، لا يجوز أن نعده هنا، ولكن كما قلت البرنامج يخرج هذه الحروف الأربعة أينما وجدها بغض النظر عن معناها اللغوي، نستثنيها. ثم نأخذ وتناجوا بالبر والتقوى، أيضا غير البر. والسماء ذات البروج، رأيتم أيها الأحبة، يعني أنت تبحث عن كلمة البر أخرج لك كلمة ليس لها علاقة بالموضوع أصلا، البروج. فلذلك التعامل مع هذه البرامج يحتاج إلى حذر. أيضا أنبه على شيء، البرنامج الذي تتعامل معه يجب أن تدرس قاعدة البيانات الموجودة فيه، ربما تكون فيها أخطاء، ربما يكون فيها أخطاء، ربما يكون فيها حرف زيادة، كلمة نقص، ربما البرنامج يعمل بحث على نسخة أخرى مخزنة في داخل البرنامج لا تراها. لذلك يعني هناك بعض برامج الإحصاء أو البرامج البحث في القرآن، البحث يقوم به البرنامج على نسخة بالرسم الإملائي ويظهر لك النتيجة بالرسم العثماني، لاحظتم؟ يعني تكون النتائج غير صحيحة نهائيا. فهذه الآية نستثنيها. الآن أولئك هم شر البرية، أيضا نستثنيها ليس لها علاقة. هنا أيضا البرية نستثنيها. أصبح لدينا 12 نتيجة لكلمات البر. يعني أنا لدي عدد الآيات 12 مرة ذكر البر في القرآن كما رأينا أيها الأحبة. الآن يعني آية آية لكي لا يبقى في قلب أحد شك يعني مما نقدم، لأن بعض الأحبة أرسلوا قالوا إنهم قاموا بعد الكلمات ولم يكن العدد صحيحا. كيف عدوا الكلمات؟ بحثوا عن كلمة البر ووجدوا عدد كبير من الكلمات أكبر من الذي سنجده الآن. الآن عدد الكلمات 280. البرنامج أخرج لهم البرق والبرية والبروج وأخرج كلمات والبر، لذلك ظهر العدد كبيرا، وهو يظن أن البرنامج يفهم ما في دماغه. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن عدد الكلمات 280 كلمة. إذن عدد كلمات الآيات التي ذكر فيها البر 280، وعدد الآيات التي ذكر فيها البحر كما قلنا أو كما وجدنا قبل قليل 691. الآن أنا سأذهب إلى الملف حيث وضعت هذه النتائج مسبقا، وضعتها هنا أيها الأحبة في مقالة قصيرة. الآن دعوني أقرأ معكم وأتأمل هذه النتائج، وأرجو أن يكون الخط واضحا إن شاء الله. شوفوا أحبتي في الله، هنا سأكبر الخط قليلا، أفضل لكي هنا أيها الأحبة. الآيات التي ذكر فيها البحر 671 كلمة. إذن البحر كم 691 691 كلمة. البر كم كلمة؟ 280 كلمة. إذن رأينا هذه النتائج في البرنامج، وعلمتكم كيف نستخرج الآيات التي ذكرت فيها كلمة محددة. القضية ليست مجرد أن تضغط تكتب كلمة وتضغط بحث، لا، تحتاج أن تبحث آية آية. الآن أيها الأحبة، نحن نعلم كيف يحسبون نسبة البر والبحر عادة، يعني على سبيل المثال، مثلا هنا أنا سأستخدم موقع جوجل مثلا وأكتب نسبة البر والبحر مثلا، مثلا نحاول أن نبحث. طبعا أنا بحثت ضمن
يعني مواقع عالمية، وكانت النسبة 71 إلى 29. يعني ممكن أن نستخدم، أنا باللغة العربية لم أجد شيئا، دعوني أذهب باللغة الإنجليزية، سأبحث عن نسبة البر والبحر. طبعا أيها الأحبة، البحر والبر في النسبة العالمية للبحر والبر، دعونا ننظر إلى أحد المواقع التي ذكرت هذه النسبة المئوية، نسبة البر والبحر، وسنجد هذه النتيجة التي يعني اطلعت عليها مسبقا. أنا هنا لدي مثلا، سأدخل إلى أحد المواقع الموثقة علميا، انظروا أحبتي في الله، سأقوم بمشاركة هذا الرابط مؤقتا قبل أن نتابع. نريد أن نرى كم النسبة العالمية للبر والبحر، كم النسبة العالمية للبر والبحر. هنا أنا لدي هذا الموقع، موقع هذا أيها الأحبة هو موقع USGS، هيئة الجيولوجيا الأمريكية. هذا موقع موثوق، أنا أعتمده في أخذ الأرقام المتعلقة في الينابيع وعلوم الأرض والمياه ونسبة المطر ونسبة البر والبحر إلى آخره. طبعا هذا كتبوا هنا كم نسبة الماء في الأرض. طبعا هنا انظروا أيها الأحبة، هنا كتبوا بحدود 71% من الأرض مغطى بالماء. إذن النسبة أيها الأحبة 71%، هنا هذا الرقم، سأحاول تكبير قليلا. طيب إذن نسبة الماء على سطح الأرض أو البحر هي 71%، 71%، والنسبة الباقية هي 29% هي من نصيب البر. إذن سنكتب هنا أحبتي في الله، أعيد فقط عرض هنا، تأكدنا تمام. إذن نسبة البحر على سطح الأرض هي 71% تقريبا، 71%. هذا الرقم أين ورد؟ ورد هنا على موقع وكالة الجيولوجيا الأمريكية. هذه من أكثر المواقع مصداقية ويعطي أرقام دقيقة جدا. إذن نسبة البحر 71%. الآن أحبتي في الله، دعوني أعود للبرنامج. هل يمكن أن نجد نفس النسبة؟ يعني هذا السؤال، أنا أوجه هذا السؤال للمشككين والملحدين، هل يمكن أن نجد هذه النسبة في كلمات الآيات التي فيها البر والبحر؟ مع العلم أن زيادة كلمة أو نقصان كلمة يمكن أن يخل بالحساب كاملا. انظروا أحبتي في الله، سأذهب معكم للنتائج التي كتبناها قبل قليل. هنا أحبتي في الله، إذن قلنا إن عدد كلمات البحر 691 كلمة، يعني الآيات
اللي هي 32 آية ذكر فيها البحر منفردا، كلمة البحر وبحر. عدد كلماتها 691 كلمة. الآيات التي ذكر فيها البر وهي 12 آية، عدد كلماتها 280 كلمة. الآن النسبة حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية والموسوعة الحرة ومواقع عالمية كثيرة، قلنا 71% البحر، 71% تمام، والبر كم؟ البر 29%. الآن حتى نحسب النسبة ماذا نفعل؟ نقوم بهذه العملية الحسابية، نحسب البر والبحر، وستكون العدد هو يمثل 100%، يعني كلمات البحر 691 وكلمات آيات البر 280، المجموع كم؟ 691 زائد 280 971. إذن هذا العدد يساوي هذا العدد 100%. هنا هذا العدد أيها الأحبة يساوي 100%. هذا العدد يساوي 100%، 971. إذن العدد الذي يمثل البر والبحر 971. الآن حتى نستخرج نسبة البحر، نقسم كلمات البحر 691 على 971 على المجموع الكلي. واضح أيها الأحبة؟ إذن نقسم 691 على 971 وهو المجموع الكلي، يعطينا النسبة 0.71، أي 71%، وهي النسبة العالمية للبحر كما رأينا على موقع وكالة الجيولوجيا الأمريكية. طيب، يعني هذه الدقة أنا لا أتصور أنها جاءت عن طريق المصادفة، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا لا أتصور. قد يقول قائل هذه مصادفة، مشكلته، ولكن أنا بالنسبة لي أعتقد أنها ليست مصادفة، لأن لدينا آلاف النتائج الشبيهة، ليس فقط هذه، لدينا آلاف النتائج. الآن نحسب كلمات البر أو نسبة كلمات البر بالنسبة للمجموع الكلي البر والبحر. قلنا 280 هي عدد كلمات الآيات التي ذكر فيها البر، قسمناها على 970 المجموع الكلي، يعطينا 0.29 أو 29%، وهي نسبة البر بالضبط. نسبة البر بالضبط، يعني ما الذي فعلناه أيها الأحبة؟ الذي فعلناه أحبتي في الله أننا قمنا بجمع أولا بالبحث عن الآيات التي ذكر فيها البحر منفردا والآيات التي ذكر فيها البر. إذا جمعنا جميع الكلمات سنجد 971 كلمة. لو أخذنا نسبة من هذه 971 كلمة، كلمات البر والبحر، الآيات التي ذكر فيها البر والبحر، لو أخذنا نسبة كلمات البحر نجدها 71%، ونسبة كلمات البر نجدها 29%، نفس النسبة العالمية للبر والبحر. والله أيها الأحبة إن هذه النتيجة لتشهد على صدق كلام الله عندما قال عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.